الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، وسحابي تضباطني أفراد جليبيب جليبيب نبي قوحير جليبيب مني وأنا منه ونسكني مدبير صلى الله عليه وسلم جليبيب أنا يعني أيو قيب يجمي أنه السجان أحيب له النبي صلى الله عليه وسلم قيب كمذا. كان جليبيب يوم هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة فتى يافعا لم يجاوز العشرة من عمره إلا قليلا. جليبيب ملك النبي محمد صلى الله عليه وسلم مدينة وهجرودي هو أها من دلني رأه أما بيانا دي هنا المير أيو أها ولي مهنا قادم ومن نقن قف ما أركتي قانقارة المير بو أها لم يجاوز العاشرة من عمره إلا قليلا، يعني طبعا يحلج روحا معناه بجري. فما أن اكتحلت عيناه الصغيرتان بمرأى الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم حتى حل في السويداء من قلبه وشغف فؤاده بحبه صلى الله عليه وسلم. إلهي وحو قدري مالك والله بعد أن النبي وصاري لقبل مالك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحا أودقي قلبي سبؤدي سأو الدقي وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم آدم أجعل هذا مكة السويداء من قلبه وهلك بؤذاه. لغة العربية وحاجرة شغف إيه وحاجرة شعف شغفك ومرك قفك انتو وحج على هذا ولكبك سراء قلبك فوحو ومريو شعفكنا ومرك هوس انتو لا دعو قلبك ميشي سحن وقار وقفك وجعل كل بنتو صدرت القرآن كوحي أذيك سدي قد شغفها حبا جعل باق قلو مرك كوحو ومريو ماشي سرو لكن شعفها دي لوق بقفك كل بنتو دبا كلمة شغف تصل له أديك سأصلهان لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب وجعل هذا وشغل به عن صحبه وولداته من الصبية الصغار ربك كم مشقولين أصحاب حولها يكوى يسكوى ساقيهين هاي إنو لا عياره انتم كم مشقولين نبي أمكم مشقول الذي كان يأنس بهم ويأنسون به نبي مركي اسوه شنجرين صلى الله عليه وسلم نبي نيرر كيس كما فغنجرين يونا النبي صلى الله عليه وسلم بيساء ونبنايم ولم يكن لجليبيب إذ ذاك أهل ولا مال. جليبيب مركة وحريرة يوحو على أو ماشو كهي مركة مالهين نوحو اسكاها ماشو ريرو أنا أدقنين وحبا أنا فرقهين. فاتخذ من مسجد الرسول صلوات الله وسلامه عليه نفسه مقاما ومن أهل الصفة أهلا وخلانا مسجد كرسولك المدينة المنورة هلكا او يكلك تيميل وكنا قاعده وقري واه هوي نواه ماشي مركب واحد دقنا الا عدد قاره يتضبط صحابي واهل الصفه اللي هم عابي جري قال انا اهل بكلك تي يجانا اصحابي وذي الاولى اها اذا مركن مركب ومال مسجد كمركب كنت كذا هلكا سو سحدا مالو ادم مالها ضد مالها غير مالها حول مالها وهي مركب ماشي لكان وعنا. فكان يتبلع أو يتبلغ له معهم بما يهدى للرسول أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم من طعام وبما يتصدق ويتصدق به عليهم ذو الإحسان. وهذا يجري استمركة إنه سجلنا ولا أو ننتي نفتك عشان جري راشين كان النبي قال له سو هديه يصدق عددك محسنين تأي بحيان بو وحكا جلنا ولا ينمو حوأسكاها نرشي سبع إستاء هاي الإسكاد جن. وقد كان جليبيب خفيف الظل حلو الدعابة نوحا لكن آد يدو كفتن بضن وضك آد يدو قسلية نوحا كفتن بضن لبا أدو يدو كمهين نين مالو سحدان الهين وضك هلدعا وحونان الهين وحدتك أي كانان وصاف الرغان وصدقاء السوغية أهلي مال ما يشبع أن وحبكوهين هدنا ضدك كقسلية آد يدو فرحسن وحدرين مكرتا
wax kasta waxa kala weynaa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi gaaba buuxiyey isaga alifan ma'lufa dadkuna wuu jeclaa isna waa la jeclaa mar qaar waxa laga yaabaa inaad ugu dadka jeceshahay laakiin iyaga aan ku jeclayn ama lagu jecel yahay laakiin adigu dadka aad ka gidaysid inta ilaahay subxaanahu wa ta'ala isugu daray waxaa dhici jirta marka fakaan yaqdu cala buyuuti alansaari fi yathrib fayanthur fiha ma yumatticuhum min turafi guryaha ansaar buu saa ugu wareegi jiray markaasuu halkaa kaftan iyo wax alla wixii ma aragtay uu ku tuuri karo oo ka qoslin karo wax alla wixii qiso ah ayuu meesha ka sheegi jiray waa ilmo yaro aadna u kaftan badan aada markay dadku la dhacsanayeen wayucatiru ajwaaha bima yarwiihi lahum min mulaxihi mulax waxaa lagu magacaaba waxyaabaha dadka yani mulax sida milixdu ay milix u tahay oo wax hadalka yaro inta yaro qofka uu kaftanka meesha uu raaciyo siday dadka u qoslaan jawiguna marka uu noocan ma uu ikhtiraar uu ku jiro uu kala xiran yahay isku fura taasuu samayn jiray marka wakaana laa yuglaqu duunahu baabu walaa taxtashimu minhu imraa albaabna lagama xiran jirin dumarkana kama ay yanxishoon jirin leesh liannahu kaana sagiiran lam yablugu lxulma bacd ilma yarbu ahaa maqaan gaarin marka haweenka ansaarta markii ay arkaan jilayu lagama xijaaban jirin guriga meeshuu doonu ka fadhiistaa iyagaa u yeeran jiray uu ka qoslin jiray uu la kaftami jiray nin wuxuu maanta dhan foorjo badan oo runtii aanan istaagin bu ah uma shaba julaybibuna baaliga mablaq rijaal wabaliga mabaaliq rijaal kadib waa muqaan gaara marka ilan adduunyadu meel ma taagnaanayse eh julaybiib maaha ilmihii yaraa albaabada loo furay uu dhaafay wuxuu noqda nin markaa qaan gaara فطفق الأزواج ينبهون زوجاتهم وبناتهم إلى أن جليبا لم يبقى صغيرا كما عهدنه من قبل وضياشي مركز قريها لها وحيد بالله بأن إن هوين كوذا إيو قبلها يدالان إيكو برارجين يرهدان جليب كأو قيدين ماه نينك يرى ماه إسكا إلى ذي حد كذب إنكو حجاب عن قبين يعني إسكا سوق قلين يعني إذا لخلوان ما إلهو فريسان جريان وفريسان gacantii la saari jiray la iska salaami jiray inta waa la iska ilaaliyay maxaa yeele wuxuu noqday nin raga ayuu noqday oo weyn wa ana calayhina an yastatirna minhu wa an la yadanna lahuna bi addukhuul calayhina kama kunna yafcalna inay iska xijaabaan oo albaabadana aanay u furin oo sidii marka hore julaybiib oo kaale halka kan naga qosli oo khidarka dumarku intuu saa u dhaafo wuxuu doona iska sheegiyon ay ka qos markaa ka qoslin jiray maahatii meesha markay marayso dabcan nolol qurux badan oo runtii ilaan adduunyadu hadday tahay miisaanka nololeed hadduu yahay adduunya wax lagu halbeega hadduu yahay lagu dhudhumiya hadduu yahay dadku runtii wayba li'aan lahaayeen laakiin adduunyada waxa halbeegeeda rasmiga u yahay aliimaan ninka rasuulka hor jooga masjidkii buu joogaa 5 salaadood ma dhaafto cunto aanan cuslaynayn buu qaataa nebiga u keena nebiga dadka xiga markaa ma laha intaasa ku filan oo meel u tuurta wa fii daati yowmin qaala rasuulu صلوات الله وسلام عليه الجليبيب ما لي مال محكم ده يا نبي الجليبيب لحظة وحير ألا تتزوج يا جليبيب جليبيب ما تقرستت نبي أنا عادي وهي صلى الله عليه وسلم قال يا لدو برا رجيم حي القفك عدو قرسد دين كيسا نسخة مني وكفالة قاتل فقال وحير ومن يزوجني يا رسول الله أو يا إيه قرني أنا شاب فقير نبي أنا يروح وأنا نهيسان أنا فقط عندي ولا صداق شلنا اسكم فورتا مهرنا ما بحنكره waata cidda ogolaanaysa inaan intaan albaabka u garaaco oo inantooda ama ma aragtay ii meyrinaya qul maa rasuul allah faqaala nabiyu sal allah alayh wasalam ana abtagi laka zawjata asaalixa wallahu tacaala huwa aladii yugniikuma min fadlih ana kuu raadinaya insha allah gabar wanaagsan ilaahayna uu idin deeqiya ilaahay subxaanah watacala idin hodmi doona eh hadday shilini ilaah baa idin siin doona nabiga sal alay slam tabcan ballantiisuna meeshay dhacdaa فكان من عادة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كانت عندهم بنت يريدون تزويجها أو أي من توفي عنها زوجها أن لا يزوجوها من أحد إلا بعد أن يعرضوها على الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعلموا إن كان لها له بها حاجة أم لا عادة الصحابة إلا هنجرين بوحي هدي رير ريرها صحابة كمين أي إنان ويجوكتو أما عرمل يجوكتو وذي قيد الله وكدنتي caadadu waxay ahayd markiiba intay dhaqaaqaan ooma meherin jirin ama guurin jirin ilaa nebiga inay u bandhigaan kow oo ay ogaadaan nebiga inuu danayno in kale haddii nebiga sal allahu alayhi wasalam arrinka uu danaynayo dacid kale markaa lalama aadin jirin laakiin haddii kale gabadha cidda soo doonata albaabada loo furi jiray waana loo meherin jiray.
وهديتها إنا أم هديتها عرنا. مضت مدة لم تعرض فيها امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم تصلح لجليبيب. طبعا مدة يا رنتي صوم قدبتي لأن بلنتي النبي وكقع على جليبيب وقتي بلن بلن صوم دعفي وح نبي الله كانوا اللي يرينا إنا بقى إنو جوكتا هبلا إنو جوكتا ما لها مدة مدة النبي صلى الله عليه وسلم في مركة والرادين كل حبال لغو صوب بنديق الدونة هل كان مركة فرصة ده وقف أيدي جلوي بين النبي كاي مركة مركة مدة كسور وحوله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أبطأ ذلك عليه مركي وقتي كسور راجي ومشروع عرضي أن إيمان بادر إلى رجل إلى رجل من الأنصار صلى الله عليه وسلم. نبي مركة إسجع راسدي نين أنصارية أي مركة لها الله إنيشيتيف كو قاتي المسوي كره انت خلاص مدد وي دايرات جوري ما الا يرى غورك وبان. وقال مرك النبي يقول حير يا فلان هبلو زوجني ابنتك فلانه ان انت هذا هبلاء هيد النبي يقول ما قاعد دبي مرك هبلاء هيد تابل تاي غوري. فاستطار الرجل فرحا بما سمع انك ادب وفرح ما له صلاه جوا هي ولا دولي جاري رنتي مركو مغل النبي قال انه حكى سو راسدي وحوين بيعتي الامر كان ما سهل النبي قال سو راسدي مركو نعم يا رسول الله نعم ونعمة عين رسول الله نعم ها لو بدينا دوت اكرم بك يا رسول الله من صهر واعزز او يا بك وناكسن نين للحي ذي ذو وكاسر بضم بيسجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال مركو اني لست اريدها لنفسي ما يعني اسلام الدنيا يعني مره بينا اني اقول ماها نفس دي الأمر هذه. فخمد الرجل منك فرحت دي هير كان مري وكسكت إن ما أردت وهل كي جبياق ولها أطأ الثرايا بأخمصي عن تو إن أنا ما أردت سمضاس لبدا لغض عن مركا كس سان لي عن كسكت بير فرحت درت منك ماشي مري مركي هل مربوط دمي مرك لمن تريدها يا رسول الله مرك أو يا لدوني سان مرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرك عيد لجليبيب جليبيب بن الربع نينكي مركة. فغاض البشر الذي كان يطفو على وجه الرجل فرحدي كم قتيب نينكي وجه يسا مركي ويتكتوي قرصونت غاض كاللغة العربية وحالله استعمال مركة بيه أي قران أما ودماض وغيض الماء وقضي الأمر مركة القرآن كله غاض مركة هم تقفك مركة وفرحان وحاد مدى بيه وجه يسا إني بيه سوق قليل أما ولي يشوف قري فرح درتين مركب إنك هالمربوس بدلي سوى دم إنك يبقى معه. وقال مركب حيرة أنظرني يا رسول الله رسول الله هاي اللي النبي مركب مركب عليه كذا جلابي ما حد يكين إيه رسول الله فيك هاد حتى أستشير أمها بل هو يريد أن لا صوت اشتعب. فأنا لا أريد أن أقطع في أمر كهذا من دنيا أرن سيدا وكلا إن كلي كو جوني النقض جو أنكيس مرة بقى بل إسلامتين عندي أقول الله رسول الله إيك هاد. مضى الرجل إلى بيتي كاسف البال حزين النفس منك أمر بيسا إن وعج إسلام تكوه الرئيس إن وحكس أنه كله كرن وأد أمر بيسا بقول يسي آدم. فقد كان يعلم علم اليقين وهو بي بقلك وبقل بأن زوجته لا ترضى بفتى مثل جليبي بعلا لبنتها وعج إن هو يدد أم حاسك أوقبه إن مرنبا أني أقولاني من جليبي بأوكرا إن لو مهري إن انتهذا إن إسان وحلم مرسين كرا أنا أين وأجمر كواس بأوجه حديثنا. وكان في الوقت ذاته لا تطيب نفسه أبدا بأن يرد الرسول عليه الصلاة والسلام خائما وحكراه الدنا لبك لقاها وآد وعدك والنفس دي سؤاني أقبلني نبي جو طلب إلي من نبي هو عن سير إلى الحكم ما قم كرنه نبي جو فرم مرن هلك وكلا عطنا تانا ويكوأك مهما كان مطلبه عزيزا سك استبع نبي قدر بكيش أوقات كذا وحقوق خصبنا كجأنا نبي جاب فرمان إن الله دليل مركنين كان مركه هل كان نوحه حس إسلامتي أو كبقي هولها كان أنو لا تجي كرين نبي أنو ما أنو ليه كرين لو ذي مركه قد حيس وهل كي ليه جرين بدي معرتي وحقوق الحياة دافل أن دي بلوسي ويليه جرين قف مركه لو مشكلة أفرت جيسي كاحتمال. فلما بلغ البيت كل مركه تجي نادى الزوج نادى زوجته هو أنت وين يسوي يارو هبلو يكالي. وقالوا يا أم فلانة أم فلاني. فأقبلت عليه وهي تقول لبيك يضا وأتم هيا سلو. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك رسول كاوي سر سدي
ونغا سو دونتي اما اننتادي. فقالت ابنتي اني اننتي رسول الله يخطب ابنتي ما رسولك الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لسعد يا فرح الديداي ما لسعد مرحبا برسول الله مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم نزوج رسول الله ها رسول كان يقولنا وهل فوق ذلك الشرف من شرف ما شرف باش يعني مركيبه ويسالين ويدي دمر كان واعرفته ايضا هو بصم يحب اللوضي ان يعني خطبه دار اي تحضر فرحنا اي موجود ما شرف تاكس الرئيس جلت فقاطع الرجل انت ورك ودب كلا هذا كي كجوي وقال لا ولكنه لا يريدها لنفسه لا النبي صلى الله عليه وسلم سيسمد ونريد. فسكنت المرأة مركيب هالمربي حسي شيء وباشي بقول يزيد كما رئيس هالمربي خصوصا على وقالت في خيبة يدور انت ما أردتي سي خيبة كجرت او نوعا ما وقف مركو ديسابوينتد وياهي حيث فلمن يريدها اذا يولدوني هالضبا. قال لجليبيب نكي جليبيب ها جليبيب ما معروف ده سوى يربى قول لغاية يقين ما هنين هدى الرادين يما. فقال لجليبيب ما جليبيب لا خبرت لك كتاول لعمر الله إله ما كنت أرتي لا أزوجها من جليبي أقول ما صورة قل ما إن جليبي أقول. فقال الرجل ماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسولك محن أقول جواب أحد الله. فقالت قل له ما تشاء أدو حديه لهذه بأدي كجرتها تقدم به بما حضرك من عذر وحل وح عذر داره ومر مرسية أدو ما لها إنت تكرها ستين أدو أولادتك لكن إن جليبي بكبادا لو مهري وحبينك حالتك. فما انا بالتي ترضى جليبيبا زوجا لبنتها ولا سهرا لها. ام مهي وين الرال مر ما كان قدس ان جليبيب وان انت غورسدو ام ان انك لحدده ان صده النقض بجرت. وحمي الحوار بين الزوجين ضادي لحمري سي ام را ان كان اضيق اي هوين دي اد بوسي كلات وارتفع صوتهما عكودي با الا ان كان وحديده ان النبي ولا لابتو ما أرقتي إسوغو فرمران نبي قولو كسو هم قوبو ديدي إسلام تنوى تل مرين لأي الله فلوغا شكون نقطو إسو تاغنت ساسي أسو صورنت. فالزوج يسترضي امرأته ويستلينه ويسكو دي إنو حوغا رادي قريو حوغا ما أرقتي لنو بنتو كغي ماذو نوعا ما دبعستو. والزوجة تشتد على زوجها وتصر أيضا ويسي انتي ويكسي الدر تفور كيسي تورت فبر كان باكو كعادل. فلما يئس من إقناعها وهم بالمضي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبلاغه القرار مركو قوسطي ويسيري كل ما يشاء محبك على مصر بحي الدونان نبي قد يقول الله بقول رجال عليو قرارك كان إسلام أي جارتي سيدة ويهي وأنصر اثنين بل فرحة كسر مركي ما يشاء مريس بادرت إليهم ابنتهما قبل بابا حلقا كسود بودي وكانت قد سمعت أطرافا من الحوار الذي دار بينهما وإن مقليسي كل قرار عينه يسي هذا الكماشة كالسعودية بهيجي هو يدي إن هذا كيسكوع العلنين ألقى خدري كجو التماشة كدقي سديس. وقالت مركز سبحيتنا من خطبني إليكم ويا إصاد ضنطي. فقالت الأم وإذا أجو تحيتنا خطبك النبي لجليبيب النبي قال ما أركتي إنه يميد أو بمعنى إساق الضرب كإنه سوق بيو جليبيب وكل الربع النبي وقد رفضت ان ازوجك منه ان وان ديدي ارنكا غاشانكا ضروره ان ان كون مهريا منك بجرت. فبنت في مثل شبابك وجمالك وحسبك جديره باكرم الازواج ويدي هذا الكال كبر يرؤو دا يرو دا ذا ذا الكلام بروح ذا الله نصب كاي هلك كسوجيد كسوجيداي رك كلا وناكسن بي انتنتاي ماها ان جليب مركا ونكون نقطة صورة قلمة. فقالت الفتاة قبل بجوا توحيت ويحكم أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره رسولك أنتو وحيدين صاب بلدك مية دي ليس ورسنتي قبل بجوا وحيد هذا رسولك دلب كيسياء دي يريد والله بيت قبل ده ليس ما أنا بالتي ترفض طلب الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك دلب كيسياء دي دي بيت رسولك صاب أنتو نرصع حريري ما بهن هبلو أيان أربع إن جليب أن أمهريها لما ديدي كذا أجيب طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كذلك كسوان لا أجيبه ما شاء مرك هذا الأمية العدي. فالنبي أولى بالمؤمن أدي الذي كانت فالنبي أولى بالمؤمن من أنفسهم نبي صلى الله عليه وسلم هدو جوه وأنا مسألة فقهية نبي هل كان فرديه إن أمي يراد أن أنت أنا بحين يا مي نبي ماشي جوه
نبيك إساقا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. نبيك صلى الله عليه وسلم إساقا بيهدو يرادو يوم وسكالات تشتين بوين هدو يرادو هبلو منك هسأل وقوم مهريد لا أدق عن هل ديكين ولا سلانتا عن هل ديكر عدل هل ديكر تمال محايا النبي صلى الله عليه وسلم إله إساقا فالنبي إذا إساقا يرجل وعلا فالنبي أولى بالمؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم وأمهاتهم. هذه سورة الأحزاب. أعطوني لجلابيب وثقوا بأن الله لن يضيعني أبدا. جلابيب كل يري والنبي يدون نينك هل يقول مهري إلى هنا ما تضيع دون. فسكنت الأم على مضض هو يضع رنتي لحد رنتي الكام بنيسة أو آد آد معركتي يضع لن أعريسا أو أنا هل كنس عبرنيسة بيحوغا آية اللغة بيغتي ومضى الأب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وضغنا نبي قلت وقال أنت وما تريد يا رسول رسول الله سيد عشه زوج ابنتنا من جليبيب ومهرب نكاس. فانبسطت أساير رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قاد بمرك وفرها الرنكا ودعا للبنت قبل أن أدعي فقال مركب سيد دعاء أرك والدعاء ترت اللوغ لدون اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا إلى خيرك ساء وقصو الشب نولا الشيء أنا مرنا عيريري إيو إيه هقليني كد هقليني كذيد هقليني وزوجها من جليبيب وزوجها من جليبيب مركا سوء قولي دعا ذا مركا انتين عن لافين طبعا وقد قران كرتا ضدكو مقاييستو ذي ليه مركا يقول كتاقا انتهي وفكا وحالقا إيه مالكا لدوان جليبيب نقوسي جورا مجتمع عربي قرشي عاداتكي رنتي وليود يكسو الجيرين وإن فربنا الإسلام كو كالتخلصي ده ما سهلنا إن نين كالجي إسكا السعودة أرار إضاد آنا لهين شيلين وحبا آنا لهين وحكالا آنا لهين وشالنا طبعا ده نين ذاتك في قسلية ونها المير إسكا أها ماانتنا ماشي ونكو كري إن رار أنساري إنو أصوب بريرو إن تعرين مركا سهلا ما المهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم وكال صوانا ضلب كأينا لسوعي لندوني جليبيب نصابته لأن مقاييس تشقي ساو حيتا مقاييس إيمانية هل بيجي ذا لقول الدمياء وحيتا إيمان ماها هل بيجو ماها موقال كقفك إيو وحا وحيرانيا هاي إيو جيب كي سي هل كو كسو جيد إيو ماشا يلينيج كي سي إيو انتا ماها نبي صلى الله عليه وسلم نكا نوحو كو أجي هاي ونو إيمان دونا بإذن الله سبحانه وتعالى هل كا أقول دونا طوامد مدى الله بعد قبر مركا لدونا نبي waxaa jira system hierarchy ee jira reerkeeda oo tibiskaas dhalinyaradan siinaya oo wala kala awood badan yahay marka wax raasanaysid gabadha in walaalkeeda la hadashid waa nooc awooda ka mid ah walaalka waxaa ka awood badan odayga odayga halka fadhiya odayga waxaa ka awood badan islaanta marka islaanta dad jaan soo heli kartid iyada ka soo bilaaw intooda waxaa ka awood badan gabadha gabadha hadii aad wax isku ogaataan iyadoon aan laba laba yani ku jirin oo mowqifkeedu adag yahay waxa soo dhameeyay isku fuqsanaysa marka koow horta shukaansigaagu ha noqdo mid boqolkiiba boqol fadhiyo si fiican gudubiis u xiran yahay horta gabadha meel ku ogow marka intaa dhacda kadibna odag wax badan waqti badan ha ku luminin oo walaalkeed wax badan ha ku luminin oo islaanta ka dulnac haddaad meel u soo mari kartid qodob kale maxay halkaas waa point aad aad u soo tarziini culus baa taagan ترزيني جاس أما هو الدفاع ترزيني أنا بليه جسما وأنك الدفاع تاين ابنوني مرك العيارة قف كان لدافع كان بالإسلام تا أفر تجيس كصمر تبدو إن هدي يكون حرام تاي وخلاص مدة كلام وحي تاي مسألة الزواج هنتي هدي لا أتكيد ليب كيد لا ده مقاييس سن هدي لا لا هذا ليب كيد مرك لا ده جار هالمرك ماشي بجوبنو كره هال ما له هدا عن بجوبنو كره رنت الباب ده إن لفوراي وايته قف كوا حكرادين يسأمون كري إنه مسلم يهي مسلم iyo Soomaalnim haddu isoo ka darsada nicmada tan ugu weyn albaabka markuu soo garaaco albaabka u fur nambaradan tirada badan iyo waxyaabahan aan albaabada dignay iyo an yakuna inuu sidan noqdo sidan shuruudan tirada badan kamidina runti way guur dhaafinaysa fitantun way sii badanayaan halkaana mashaakil fara badan ma ka iman runti marka in la fahmo way mashruuca sidan oo kala guurka kullama la fududayo oo meherkiisu yar yahay كلما شروطها اي قيود لغا قادو كلما بركدو اي برانه بدنيس بيد الله سبحانه وتعالى هدبا هو لو مهري لم يمضي على فرحه جليبيب بعروسه غير ايام معدودات
maalma farax ku tirisa markay ka soo wareegtay farxaddii Julaybiib guurkii markaa loo riyaaqay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam aad ugu farxay waxaaba sharaf ugu filay nabiga inuu ku farxay muddo markay ka soo wareegto shahr casalkii honeymoonkii laga baxay xataa daca الرasuul الkariim الnaasa لغaswaةi yغzunha macahu fi sabiil الlah nabiga dadka wuxuu ugu yeeray dagaal duulaan baa la galayba hal soo dhaqaaqo Julaybiib marka ma dhihin yow intaasaan doobnimo ku raagay oo waxba aan haysan haddiiba ilaahay tan ii sahlay iyo xoogaa bal halaga tartiibiy ma aragtay intaan si fiican wax uga fara qabsanay iyo howlaha ma gelin فبادر جليبيب إلى تلبية دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مركيبة نبي باقي شو مركيبة دقي صاروا دقائق وجهز نفسه وازدياري ودع عروسه كبدي عروس عروسة دواء هيدنا وأمع سلامي ومضى في صحبة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وأنا دقائق النبي صلى الله عليه وسلم راعي ولما أنجز النبي صلوات الله وسلم عليه غزوته قال كي والله قال إلهي سبحانه وتعالى وحو قدري إن مسلمين تؤي هلك كسو قوليستان وغزوة دي مركة إلا ما تكد وأفاء الله عليه بالنصر أي لسو قوليست وليبت أي صور عليه قال لأصحابي صحابة دي ويدي وحير هل تفقدون من أحد قفا تبي سان يجري نعيد بان نقام مقام نعيد أنك وإن لحسابة ولو أقاد إن دانا ديب لو قرر قال علينا هكي لقيهم يا تبي سان بي قالوا لا يا رسول الله رسول الله وحدنا احنا قام مقنا عيد كوالدنيا فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أفقد جليبيبا فاطلبوه أنوح انتبه أنك جليبيبا هاي رادي بعض القوة فطفق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه صلى الله عليه وسلم يبحثون عن جليبيب في ساحة المعركة وحب الله بين مكة إني راديان وقوبتي الدقاء كان لعي أي بعض القوة لو دقاق وحال الرادين هي جليبيب فإذا هو قد أردى سبعة من المشركين بسيفه ثم خر صريعا إلى جنبهم وهو مقبل غير مدبر وحال صاهلة يسوى تضمان المشركين أنا سافت أنتو للراعي هل كان لقي كو إذن هل كان لقول لك دوكو شهيدي أو قرب يال لكن وجيس وحقا بلسانة هل كعيدنك ضيالك يسكول الجيران وكسي جيرو لنكو دي نين مركا سورة برجيدية معهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله صلى الله عليه وسلم وقالوا حين ها هو ذا جليبيب إلى جانب سبعة قتل ثم قتل قتل يكي جليبيب هو صاحل نيو تضبان لنا مشركين تو دلي اسنوال الدلي وقرب ياله هل كاسو تشهيد فقام إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ووقف فوقه نبي أنتو استاغي صلى الله عليه وسلم مركاسو دول استاغي صلى الله عليه وسلم أنتو آذبوا دول استاغي وحين قتل سبعة ثم قتلوه تضبوا الدليل سنو يدلن ميا هذا مني وانا منه كنو اني قيب اني يمدي اسنو قيب معركتي معركتي وحنا قيب اسا كمده هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم هذا مني وقيب اني يمدي وانا منه ان اسا كمده يعني معنى وان اني اسا وان سحقنا ثم امر عليه الصلاه والسلام بان يحفروا له قبرا النبي مركي وحير قبري هل الله قضى قبري هل الله دياري فلما اتموا حفله القبر مركي قبري القضي ولا دياري هل كل حبالي لها قام إليه النبي الأعظم وحمله على ساعديه نبي أنتو ماش آذي ساس لبدي سجع موسى وسوق هذا صلى الله عليه وسلم ووضعه بيديه شريفتين في مثواه لبدي سجع موسى شرفت بضن أيو هلك إيل كي ودي نبي صلى الله عليه وسلم وأهال عليه التراب عيدنا مكة سمكة والنبي صلى الله عليه وسلم عيدين كشوي طبعا هل كان وحكوم مغضى laba shay ajeeba wa adan ku arki jirin meelaha kale wa mido ninka kan tabaan adigu bini aadam la agtiis inaad kulliidatid macna ma samaynayso ina layman noqotid oo profile ka aanu sareyn oo dadku aanay ku tirsan macna ma noqonayso laakin in ilaahi subhana wa taala agtiis wax ku jiraan oo agtiis aad ku weyntaa waa mid ugu muhiimsan walidaalika Julaybiib nabigu jeclaaday isna waa la jeclaaday oo nabiga jeclaa sallallahu alayhi wasallam nabiga kelmadan iyada قف كس اسكمده هذا مني وانا منه الله امر ان كسو عليه ما دعده ان النبي قد تبه ايضا ماشي هو سر يسو ان النبي صلى الله عليه وسلم غزوه احد بان صوم مرتين ولا النبي سا وحباله مثك احفظهم لكتاب الله واقراهم هر مريبي لكن كان اسغا انتو سا دداميه وغعنتي سو كسيده ايلكي ودادغي مركا ماشي دي صلى الله عليه وسلم مركا فضل هدو جرو
كان أقوم وين محي واحد كلام معها نيكا كان وإيمان كسا وقفنا قلبي سكجري أي عسليني النبي صلى الله عليه وسلم أكتي سنة معنا مركا كويش علمه. ولما انقضت عدة زوجة جليبيب، جليبيب طبعا قبلني أكد انتي أفر بلاد إتوان بلاد أفر بلاد إتوان بري بيسكتي وعدة الوفاءة مركي عدة صعب ولا مات. أقبل عليها الناس يخطبونه يخطبونها لأنفسهم إقبالا عظيم رجي باب إسكوس كسو يعاي من وضوح الرومر كي نقول حتى إنه ما كان في الأنصار أيم أكثر منها خطابا ولا رغابا لما الشيقين في التاريخ بيوت الأنصار ملك الدبل أو لابتو قف عرمله رجو سأسو الراسدان أو نوى بونيك كلا ومعركتي ولا ترتمو والمصو يعني بيقول ليه مركا هكون نقطة حلاها هكون نقطة ما بدعين في التاريخ كلي جيد أم باص الله أبارة محاد عي مركا ليش وش السر في هذا يضو عربو أي بكرة دي اللي اسكت جعلي هاي ورقو اسكت جعلي هين محاد قول كان سيدا قار كان نمبر كان الله إلا أولي عشان يا. فالناس كانوا يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا لها الله وحيدتك حصوص تانو أجهم نبيه إنه إله سبحانه وتعالى أبري ريركا ويدو أبري إله سبحانه وتعالى أيري بأن يصب عليها الخير صبا وألا يجعل عيشها كدا إنه إلهي ساه وقصص شبه خيراتك نول الكريدين أنو قل مارك النوال بروح أقا هدي وقبلنا أو هلو حلاء وكالكتو نول الشيس إنو بيل دم أنو كفا كريني هوي يقولي ما الله سحل إنو سكفا كريني جايب كيس إنو بحسميان نول البرواقة إنو هلي دونو دعا النبي صلى الله عليه وسلم مارك إدبتها جنايا لاتكو مارك الدين كصاصو كأها الدين كو مارك تاغني هاي وحالا وحي عليك النمبرات إلى شانيس حقها صديقي سعال جنبوي نبيغا صوت دونتي نبيغا صوت دونتوي نبيغا الدعية نبيغا الدعية ومضو مركا هلكا بنبيغا صلى الله عليه وسلم أي يتقن يقول إن كان آباؤكم أبناؤكم إخوانكم أزواجكم عشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا مركا إلهي سداد أنتو كفدا وصاروا وله إلهي رسولك سحبها كهر مرنين وجهاد في سبيله انت هداي دعضو او سيديدن او اه والحاطة او وحا الدنيا دا اه ايضادكو اي دور بدان قعن ميدي هدي الله وقبتو اله رسول كيسي وجهاد في سبيل قعن ميدي الله وقبتو ومضو امرك يكلع عيسى تاريخ دا تاسو النبي كدي يجري صلى الله عليه وسلم وإلهنا وبالله توفيق.